نورنا النهارده في الاستوديو صانع المحتوى والرحالة المصري احمد بدوي، وعايز اسالك عن سوق السحر الاسود. افريقيا فيها دول كتير قوي بيؤمنوا بالسحر. ايه اغرب حاجه شفتها في الصين؟ على قد ما الصين زحمه حاجه مش هتتخيليها، بس الصين احدى دوله مثلا زرتها كل الدول اللي زرتها. القدس هتفضل احلى رحله عملتها في حياتي.